عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي مشاهدي قناة صوت المهاجرين في كندا. في هذه الحلقة حلقة أخرى من برامج الهجرة والمهاجرون. كما شفتوا في الحلقة السابقة كنا تحدثنا على مجموعة من عقود العمل في مقاطعة نيو برانزويك والأمر يتعلق بقطاع الأغذية والمشروبات. نفس المقاطعة دائما تفاجئنا بمجموعة من الإيفنت الأنشطة المتعلقة بتوظيف عدد كبير من الناس اللي عندهم الحلم أنهم يجيوا لكندا عن طريق هذا الإيفنت. كتحط مجموعة من الشروط اللي هي في المتناول مثل اللغة، معادلة الشهادة والتجربة. اليوم غنتحدث لكم على واحد الايفنت اللي مجموعه من الاخوان كيسالوا من اللي حطيت الايفنت ديال المشروبات والاغذيه على الحرفيين. فمجموعه من عقود العمل كاينه في هذه المقاطعه، واللي مجموعه من المشغلين في حاجه ماسه لمجموعه من البوزيشن اللي غنتحدث عليهم في هذه الحلقه. فاليوم غنتحدثوا على مجال الغابات. ملي كنتحدثوا على مجال الغابات فماشي الزراعه او الفلاحه او الاشجار، فالامر يتعلق بالميكانيك، بالبناء، بقطع الاخشاب. فغتشوفوا مجموعه من البوزيشن اللي مطلوبين بكثره، واللي عنده هذه المهاره او هاد سكيلز فما عليه غير يملأ الاستماره. هي بالمجان، دائما كنقول لكم ان الاستمارات اللي كتجي من نيو برانزويك او من مقاطعات اخرى، مثلا مقاطعات الكبائر، فكتكون بالمجان، ما غتخسر والو الا دخلتي وتسجلتي مره وجوج وثلاثه وعاود الكره مرات عديده. الا كان مكتاب لك انك تجي لكندا فغادي يتحقق هذا الحلم ديالك. غير بغيت نحل واحد القوس هنا لمشاهدي قناه صوت المهاجرين اللي كيعرفوني مزيان. فاخوتي راه ما كنقدرش انني نجاوب على كل الأسئلة المتعلقة بالمشاهدين تاع القناة، قناة صوت المهاجرين في كندا، نظرا لضيق الوقت، نظرا لانشغالات عديدة. وكما قلت لكم أنني انتقلت من مقاطعة لمقاطعة أخرى، وكتعرفوا الإكراهات اللي كتكون. فاللي ما جاوبتوش ما يبقاش يتقلق ويكتب لي لا أنت ما جاوبتينيش، حيت ما ملزومش أنني نجاوب أي واحد كان، لأنني كنحط فيديو بالمجان. تشوف الفيديو، إلا ما فهمتيش تحط السؤال ديالك، إلا ساليت نقد نجاوبك، إلا ما ساليتش ما نقدش نجاوبك بطبيعة الحال، لأننا كم هائل من الأسئلة، فصعيب صعيب صعيب أنني نجاوب على كل الأسئلة. فغنمشيو للموقع الرسمي تاع مقاطعة نيو برانزويك ونعطيكم جميع الأمور المتعلقة بهذه عقود العمل، من شروط، من متطلبات، وكذلك الوثائق اللي لابد من أنك تكون عندك. يلا نمشيو. اذا السلام عليكم، هذا هو الموقع الرسمي تاع مقاطعه نيو برانزويك، واليوم جبنا لكم واحد الايفنت اللي هو تاع التشغيل اللي دايره المقاطعه من طرف مجموعه من المشغلين في مجال الغابات. ملي كنحكيو على مجال الغابات فهناك مجموعه من البوزيشن كاينين كما كتشوفوا بمستوى تاع العمل ديال هاد البوزيشن. فمثلا 7311 اللي هي خاصة بعمال الميكانيك الصناعية والبناء، فكاين كما كتشوفوا خمسة البوزيشن هاد المشغلين في حاجة ماسة العمال من خارج كندا. فمثلا ميكانيك المعدات الثقيلة، مشغلي الآلات، آلات تسجيل، مشغلي آلات النشر والقطع، مشغلي آلات النجارة. فالأمر سهل، ما عليك غير تملأ الاستمارة، هي بالمجان. الحلقة اللي فات كنا تحدثنا على مجال المشروبات والأغذية، اليوم مجال الغابات، وفيما غادي يبان أي مجال غادي نتقاسمه مع مشاهدي قناة صوت المهاجرين في كندا. الاستمارة كما قلت لكم في البداية فهي بالمجان، سارعوا بتسجيل، ما غتخسر والو، سجل من الاستمارة وبعتها لعله خير ان شاء الله. الاستمارة فيها 4 صفحات، غير واحد النقطة اللي دائما كنشير ليها، من اللي تعمر الصفحة الاولى
فخذ الحذر ديالك ودقق في الامر باش ما تغلطش، لان الى مريتي للصفحه الثانيه فما عندكش الحق انك ترجع للصفحه الاولى. وهذه النقطه دائما كنحاول نتقاسمها معكم، فالتدقيق وتشوف بان كل الامور اللي وثقتيها هي صحيحه ولا داعي انك ترجع لها مره اخرى. بالنسبه للوثائق اللي خاصهم يكونوا عندك فهي نسخ مجموعه من الوثائق اللي هي مهمه، مثلا الصفحه الاولى تاع الباسبور، فيزا من الدوله اللي انت مقيم فيها بطبيعه الحال، اللي كانت عندك الاقامه الدائمه ولا كنتي مقيم في اي دوله فما غاديش تحتاج الفيزا. الامر المهم جدا هو اللغه، امتحان اللغه اللي الى دائما كنصحكم انكم ديروا امتحان اللغه، لانه كتسهل عليك مجموعه من الامور، مجموعه من المنتديات اللي كتحطهم، مجموعه من المقاطعات، فملي كتكون عندك فكيكون واحد الامر وحيدتيه عليك. المده ديال الصلاحيه ديالها فهي سنتين. معادلة الشهادة، وكنت حطيت فيديو على معادلة الشهادة من تلزيت كيوضح كيفية معادلة الشهادة، والأحرى بذلك أنك تأخذ أعلى شهادة حصلت عليها. فمثلا كي اللي حصل على البكالوريا وبعد ذلك حصل على الإجازة فيعمل معادلة الشهادة تاع الإجازة. بالنسبة للسيرة الذاتية على الطريقة الكندية هي ضرورية ومؤكدة ديالك وديال الزوجة ديالك ولا ديال الزوج ديالك اللي غتقدمي. بطبيعة الحال الزوجة ديالك ماشي ضروري السيرة الذاتية لكنها تكميلية. التسجيل كما قلت لكم بالمجان، ما غادي تخسروا والو. كاين مجموعة من المقاطعات اللي كيعملوا هاد الايفنت، هاد المنتديات تاع التشغيل، ومجموعة من الإخوان سهل عليهم الله. وكاين نيو برانزويك، كاين الكيبك جورني، كيبك، كاين كيبك اون تيت، وغادي نتقاسم معكم مجموعة من الأمور في الحلقات السابقة. الاستمارة هي هادي، فيها الاسم ديالك العائلي، الاسم الشخصي، الإيميل ديالك، وتعاود تكتب الإيميل ديالك وتشيكي هاد الكيز، هاد المربع هذا. وبطبيعة الحال كدير انك قابل على جميع الامور المتعلقه بالبوليسي اللي حطها المقاطعه، وكدير سيف وكتمشي للصفحه الثانيه. فلما مشيتي للصفحه الثانيه ما تقدرش ترجع لهاد الصفحه هذه. ف كتب الاسم ديالك بطريقه صحيحه، الاسم الشخصي والاسم العائلي، وكذلك الايميل ديالك بطريقه صحيحه، لان الايميل هو باش غادي يتواصلوا معاك، وهو اللي غادي يقولوا لك الا كان عندك شي مقابلة مع المشغل. فالله يوفقكم جميعا، كنتمنى لكم التوفيق. مرة أخرى كنشكركم على الدعم ديالكم، وما تنسوش دائما دعم هذه القناة اللي تجيب لكم كل ما هو جديد، وكتقاسم معكم جميع المعلومات المتعلقة بالهجرة. كما شفتوا خوتي إخوتتي مشاهدي قناة صوت المهاجرين في كندا، مجموعة من الشروط، مجموعة من العقود في مجالات متعددة، دائما كنجيب لكم الجديد على أمل أنكم ديروا السيبورت لهذه القناة اللي دائما كتجيب لكم الجديد. فاخوتي كما شفتوا مجموعة من المجالات، مجموعة من البوزيشن الخاص بمقاطعة نيو برانزويك، واللي مشغلين في حاجة ماسة، داكشي علاش كيديروا مثل هذا الايفنت. كنتمنى لكم التوفيق. اللي عنده أي سؤال خاص بهذه الحلقة يحطوا لي تحت الفيديو، وإن شاء الله نجاوبكم، ولا ما جاوبتكمش ما تقلقوش بطبيعة الحال، لأن انشغالات وإكراهات عديدة كتنتظرني بحكم الانتقال ديالي لمقاطعة أخرى. فأخوتي ما تنسوش الإعجاب، نشر الفيديو حتى تعم الفائدة دون نسيان. الناس لأول مرة كيشوفوا فيديوهات قناة صوت المهاجرين في كندا، فما عليكم غير الضغط على زر الجرس تحت من الفيديو، وإن شاء الله دائما توصلوا بجديد هذه القناة، قناة صوت المهاجرين في كندا. عندي برنامج جديد 2022 اللي إن شاء الله غادي نحطه في الحلقة المقبلة، فانتظروا دائما الجديد مع قناة صوت المهاجرين في كندا. وتبارك الله عليكم، نشوفكم في حلقة مقبلة.